بالفعل خطاب توصيه من مجلس النواب بشان هؤلاء المتقدمين للالتحاق بكليه الشرطه. مجلس النواب خرج يعني توصيه معينه لوزاره الداخليه او غيرها او كليه الشرطه او غيرها. علشان اكون واضح مع حضرتك واكون يعني امين في نقل المعلومه، حتى الان لم يرد الي معلومه حقيقيه بشان خروج خطاب رسمي من مجلس النواب الى وزاره الداخليه للتزكيه، لكن اللي باكده لحضرتك انه احد النواب الافاضل لعب دور الوساطة ما بين مجلس النواب وما بين وزير الداخلية، وكان هو اللي راح لوزير الداخلية وقال له لو سمحت يا فندم ولازم يعني تدعم النواب وأبناء النواب لأنه هيبقى شكلها مش لطيف إنه عدد من أبناء النواب يتقدموا بطلبات مختلفة لالتحاق أبنائهم بكلية شرطة ويصل الأمر في النهاية لأنه لم يوفق. نعم. نعم. والفعل هو سؤال الطبيعي المطروح، هل بقى يعني هل هو ده طبيعي إن يعني النائب يستخدم سلطاته في إن هو يتم تزكية أبنائه أو أقاربه للالتحاق بأي يعني بأي كلية من الكليات، مش فرضية كلية الشرطة فقط. بالظبط، ده كلام مهم. الجديد بقى لازم نوضح عليه ونمسك فيه ونحط خط عريض عليه. السؤال، من الطبيعي أن يلتحق ابن أي نائب بكلية الشرطة، لكن ليس من الطبيعي أن يستخدم أي نائب سلطاته أو نفوذه أو صلاحياته باعتباره عضو في مجلس النواب، المجلس النواب السلطة التشريعية في البلاد، أنه يقول لأي وزير أو لأي سين أو صاد أو عين لو سمحت زكي لي الفلان أو رشح لي الفلان أو دعم لي الفلان. لأن زي ما احنا عارفين أن اختبارات كلية الشرطة وكل الكليات العسكرية بتتميز بمواصفات معينة لابد أن يجتاز عدد من الاختبارات المختلفة النوعية. احنا بتكلم عن راجل هيبقى في محل مسؤولية بعد 3 أو 4 سنين من كلية الشرطة، فبالتالي الأصل فيها ما يكونش الواسطة أو التزكية بقدر ما الأصل يكون الكفاءة والقدرات الشخصية لدى الشخص اللي بيقدم. أنا أعتقد بقى أنه للأمانة العامة وحرصا على صورة المجلس وحرصا على صورة أعضاء مجلس النواب، إنه هذه الأسماء المختلفة التي طرحت من قبل موقع البرلمان ومن قبل الزملاء الصحفيين أن ترد الأمانة العامة ويرد مكتب المجلس فيما يتعلق بهل هذه المعلومات التي انتشرت في الأوساط الصحفية عن استخدام النواب لسلطاتهم المختلفة ونفوذهم هل هي صحيحة ولا لا؟ لو صحيحة ومتبع قبل كده وده يعني عرف برلماني يطلعوا يقولوا لنا يا جماعة هذا عرف برلماني وكان عدد من النواب بيحق لهم أن يزكوا أشخاص بعينهم، هنقول خلاص أمين إذا كان عرفا برلمانيا، لكن إذا كان أمر جديد أمر استثنائي جديد ورد على البرلمان فلابد أن يخلي البرلمان مسؤولياته تماما من أفعال بعض النواب أو من تحركات بعض النواب. وفي النهاية بنقول الجملة العريضة برضو، مبروك لكل النواب الأفاضل اللي أبنائهم التحقوا بكلية شرطة، لأن احنا عارفين أنه أي حد بيخرج من كلية شرطة حاليا مش بيكون شخص مرفه. احنا رجال الشرطة عندنا في سيناء وفي الأماكن المختلفة في كل مناطق الجمهورية بتعرضوا للخطر، شايلين حمل كبير، بنشوف شهداء كل يوم، فده حمل ومسؤولية كبيرة. لكن أنا بتكلم على الخط بس أو على الأسلوب، طريقة الالتحاق من عدم، هل كان فيها واسطة ولا لا؟